بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 37. الحمد لله وحده، صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. فقد تكلم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مسألة هل للمخلوق حق على الخالق، وذلك في معرض الرد على من يقول اللهم إني أسألك بحق فلان. فقال رحمه الله: وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك. أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره، وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. ولما ساق الشيخ هذه الأقوال الثلاثة بين الصواب منها، فقال رحمه الله: فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي، فهو صحيح إن أراد أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم، وذلك أن النفوس الجاهلة تتخيل أن الإنسان بعبادته وعمله يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازات على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، من أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. وذكر رحمه الله آيات في هذا الموضوع ثم قال: وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل.
قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم ذكر حديث أبي ذر الذي فيه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الحديث بتمامه. ثم قال: وبين المخلوق والخالق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية، ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. ومنها أن الرب سبحانه أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. ومنها أنه سبحانه هو المنعم وهو الهادي لعباده، والمخلوق ليس يقدر على شيء من ذلك. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله. قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، فإن المنفي باء المقابلة والمعاوضة، والمثبت باء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبب الجزاء. فمن قال للمخلوق حق على الله فهو صحيح إن أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته، وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأل بحق ذلك الشخص فهو سؤال بأمر أجنبي. انتهى المقصود من كلام الشيخ، وقد تبين منه أن السؤال بحق فلان لا يجوز لأمرين: أولا أنه ليس لأحد عليه حق واجب كما يجب للمخلوق على المخلوق، وإنما هو حق تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه. ثانيا أن من سأل الله بحق فلان فقد سأله بأمر أجنبي لا سبب له فيه، فما هي العلاقة بين السائل وكون لفلان حق على الله؟ هذا إن قدر أن له حق. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.